انا عايز برضو كابتن احمد قبل ما اروح للاهلي احب اسالك برضو عن رايك فيما حدث في مباراه الزمالك والوداد. ايه الاخطاء النهارده اللي وقع فيها كارتيرون واللاعبين عشان توصل النتيجه لهذا الحد؟ طبعا زي ما قال وائل، هو طبعا التشكيل بدا غلط. هو فعلا انت لازم تلعب فرق شمال افريقيا بالذات في ملعبها، لازم تعمل استحواذ في نص الملعب. انت لازم كنت تبدا ثلاثه في نص الملعب، والثلاثه يكون عندهم خاصه، يعني لو فعلا امام مع اوباما مع احمد سيد زيزو الثلاثه في نص الملعب، انت يبقى عندك تعمل استحواذ في نص الملعب. كان انت بتفقد الكره بتديهم استحواذ كامل لنص الملعب بتاعهم، فده فرق جدا. هم الفرق المغرب مع الضغط الجماهيري بتاعهم لما بيمسكوا كره خلاص الموضوع بالنسبه لك بيبقى. لكن اما يمكن وقع اللعب في المغرب ولعب في تونس، اما بتعمل انت كذا نقله عليهم بيبدا الجمهور يبدا يزوم عليهم ويبدا يبقى في يتفادى ضدهم، ضغط عليهم لان هم مطالبين ان هم يكسبوا برضه. ده يبقى الضغط عليك انت. الاخطاء بقى اللي في غير التشكيل، الاخطاء الدفاعيه. الجون الاولاني لازم محمود، خصوصا لما تكون الملعب مبلول، لازم محمود علاء لازم يتعامل مع الكوره قبل ما تلمس الارض. خصوصا لما يكون بيلعب عليا مهاجم زي الافريقي بتاعهم ده، وهو واضح ان هو قدراته البدنيه عاليه جدا، لازم انت تتعامل مع الكوره من بدري، لان هي الكوره لو نطت ودخلت معاه في سباق سرعه هو اللي هيكسب فيه. صح. هو طلع الكره بطريقه مش كويسه، لازم حمزه اما الكره كانت تيجي له، ممكن كابتن وائل قبل ما نتكلم كان مختلف معايا في موضوع حمزه، بس هي لازم اول ما تجي لك حتى لو هي جايه وحشه وانت مش شايف مين اللي وراك لازم تشيلها واحده. انا هحلل لك موضوع الجون ده بس بعد ما تخلص، لان انت دخلت في الزمالك. ما انا بقول بس انا هي لازم بص لا طب خش معانا خش معانا يعني انت لو بتكلمنا على الهدف خطا محمود علاء، سيبك من هي طبت او ما طبتش، محمود علاء النهارده لما يكون رايح مواجه والكره على رجله الشمال ما ينفعش يسيبها وعايز يشيل من ناحيه الجون، لان ده خطا كبير جدا. هو ده اللي عمله، خد بالك، هو كان رايح في اتجاه كده تمام على رجله الشمال، حلو، فكان لازم يشيلها برجله الشمال حتى لو قلشت مش هتروح في اتجاه الجون. بس هو متوقعش المهاجم هيكمل ورا. لا هو متوقعش. لا لا لا, 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 لا هو المهاجم كان قريب منه. توقع او ما توقعش دي ما فيهاش نسبه ريسك ان انا الف بيه، بالذات لما كنت. طب انا اقول لك على حاجه، حتى لو خدتها في نفس الاتجاه، حتى لو ما بشيلهاش وخدتها في نفس الاتجاه 2 3 متر والمهاجم ده جه معايا، انا خرجت بيه لبره حتى لو خد الكوره. صح، يبقى خرجت بره مساحه الخطوره، فقدت الخطوره على المرمى وانا لسه موجود في اللعبه. لكن انت النهارده لما تسيب الكوره وبعدين تلعبها داخل الملعب، فانت اخطات وقدرت كمان غلط، لان هي لما اتسابت بعدت. تمام. طب انت بتدي خطا للمسلوسي؟ لا، لان المسلوسي ما لحقش يعمل حاجه، ما حاجه من الاثنين، يا يحاول يوقف، ما لسه اقول لك، يا يحاول يوقف، لان احنا بحس الكوره طبيعي انا مش هقدر اشيل رجلي لان الارتكاز بتاعي مش هيلحق، لان الكره سريعه. خد بالك. فالطبيعي ان انا احاول اوقف، حاولت وقفت راحت خلاص، اعمل ايه؟ هي المساحه يا وائل، المسافه ما بين محمود وما بين المسلوسي تديك الوقت ان انت تفكر، فاهم قصدي؟ يعني انا لو مسافه بيني زي انا وكريم، لا لا لا، بص على سرعه الكوره، خد بالك، لازم تعذر اللعيب لان انت لعيب كوره. تمام. الخطا ده ما يخليكش تخلي واحد تاني اخطا. ليه؟ لان انا النهارده لو لعبت هو بيشيل دي شوطه، خد بالك، معنى ان الشوطه ما لحقش يعمل حاجه، هي حاجه من الاثنين، هرجع اقول لك، يا يسيبها يا يحاول يوقفها. فالتقدير خلاص ما ينفعش، لكن هيشيلها مش هيعرف يشيلها، ما يلحقش يشيل رجله يا احمد. هو ما يلحقش يشيل رجله طالما سريع. انت حتى قلت ايه؟ قلت ان الملعب فيه ميه، معنى الملعب فيه ميه عشان تتشك كده والطب لازم تروح لك ايه؟ سريعه شويه، فعشان تروح لك سريعه شويه عشان تلحق تشيل رجلك عشان تشيلها، لا دي صعبه. فانت بلغه الكوره خنقتني انا. فخليني صريح، خنقتني انا. فالمسلوسي لا ما يشيلش فيها جزء، هو جزء، لا هو ده وجهه نظري. لا ما هو يعني لو انت بصيت لها برضو، هي المسافه بعيده شويه ما بينهم، ان انت في الوقت ان هو ياخد القرار سواء يشيل او يقف. انا بتكلم مثلا لو المسافه بيني زي انا وكريم، فانا بشوط الكره هتخطى في كريم وقعت للمهاجم، طب انا اعمل لك، انا مش هلحق اعمل حاجه. قصدي ان المسافه بعيده قوي، خصوصا ان الكوره كانت ناحيه الباك ليفت. المسافه اولا حوالي 15 16 يارد، دي مش مسافه كبيره قوي بالنسبه لشوطه طالعه، بس وبالنسبه للملعب، وبالنسبه للملعب، لا مش طالعه قويه، بالنسبه للملعب انت قلت عليه في ميه، فاذا لما تتزحلق شوف هتيجي توقيتها ازاي. فدي مش صعبه، يعني انت عندك انه الخطا خطا محمود علاء وبس. لان الخطا مشترك. التالت كمان بتاع اوباما، لان هو مش مكانه. اللي جاب الجون ده الديفندر بتاع اوباما، هو اوباما لو كان قرب منه ما كانش ده هيشوط كده. هو اوباما حاول بعد ما الكره وصلت للمهاجم بتاعهم يقرب منه. فطبعا هو يعني ده مش غلط من اوباما، لان هو مش مكانه، فغصب عنه ده مش حافظ. ده الجون الاولاني برضو. برضو لازم تعرف حاجه، انت كلاعب بتتوقع حاجه وبيحصل خطا مفاجئ، الخطا المفاجئ ده
ما تشيلنيش ذنبه، لان انا النهارده لما اكون كره طبيعيه، بص انا النهارده معايا كوره حلو، انا اخر واحد والناس كانت بتتكلم وتقول انا بمسك كوره ورقص بتاع صح، انا اخر واحد والكوره معايا وانت فاضي صح، وفي واحد تاني بيفضي نفسه عشان العب له تمام، لو انا رقصت واتقطعت والراجل اللي ماسكك ده لحق سابك بسرعه تمام، وبعدين لعبها له راح جاب جول، هل انت هتقول خطا مشترك ولا خطا مني انا؟ لا من الرقص صح. ليه؟ لان انت مستني ان انا العب لك الكوره فانا ما لعبتهاش. نفس القصه اوباما ما يتوقعش ان ده هيحدث، خد بالك بس ما يتوقعش، فرد الفعل رد الفعل لازم يبقى متاخر. لا قصدي ما يتوقعش، لو انت في حاله هجوم، لو انا في حاله بهاجم، انا مثلا انا دلوقتي مهاجم اهو وراح مثلا على الجول يا احمد، ما الطبيعي محمود علاء يعمل ايه؟ ايوه الطبيعي يشيلها، الطبيعي هياخدها في نفس الاتجاه. محدش في مصر يتخيل ان محمود علاء هيعدي الكوره بنفس الطريقه والفيرود جنبه ان هو يعديها وبعدين عشان يشيلها لجوه، فده طبيعي رد فعل يا جماعه. انا بتكلم من ايه؟ بتكلم من انا كمدافع، لو انت بتلعب جنبي بنلعب اربعه والكوره جايه لك ماشي، انا ما ينفعش اقول ايه ده وائل يشيلها، لازم أحط مش مدافع، لا لازم احط في بالي ان وائل ممكن يغلط. ما هو ما طلعش المسلوسي وساب مكانه، بس هو انت موجود. انت قلت الحاجه اللي تقرب مع الكابتن احمد، ان اوباما مش مدافع، هو برده عشان مش مركزه، مش بديله، فهو برده ما كانش مش مدافع يعني مش هيقف نفس الوقفه. المسلوسي مدافع فما خرجش قبل الكره ما تطلع، في فرق بين الاثنين بس عشان الناس الصوره توضح تبقى جامده. المسلوسي في مكانه ما طلعش، والراجل حتى تلاقيه واقف كده، فالنهارده هو ما لحقش يطلعها. طيب اوباما بقى لا نخرجه بره اللعب، مفيش حاجه اسمها يعني، مش بحمل المسؤوليه، انا بقول لا جزء بس انت كده بتحمل مثلا ثلاثه وتقول لا مشترك بس بنسب، بص ده مثلا 70 ده 40 ده 20. شرط ان انا اقول ان هو اخطا، شرط ان انا بحمله المسؤوليه، انا بحلل الخطا، كوني بقى ان هو ما بيلعبش في مكانه هو اخطا، بس لا انا بديله العذر. انا بتكلم انه مش مدافع، مش ما بيلعبش في مكانه، مكاني قصدي يعني، حتى لو بيلعب في نص الملعب ده مش مدافع، يعني هو وضعيته ان هو عايز ان هو في وضعيه طبيعيه خالص ان الكره هتتشال، ده عادي يا جماعه. ده ما يعني بص النهارده في مساك وفي ليبرا وفي اتنين مساكين صح، لو الكره اتلعبت طويله حلو وانا مساك رايح والفيرو رايح بسرعه، فانا ممكن اتوقع خطا المساك ده فغطيه صح، مش ده اللي احنا نعرفه. لكن هنا واحد في نص الملعب وفي اصلا اثنين، انا ايه هتوقع فيها؟ انا بس هقرب حاجه بسيطه لكن مش هتوقع صحيح. طيب